بيعمل مجنيته فيها. تمام؟ بيعمل مجال. المجال ده مش شروط صح كده؟ طيب يبقى في بار يعني قطار يؤدي الى دي يؤدي الى بار. لو عندك حاجه بتتبدا ايه؟ انفر كل ما ان جي ده فاي ان جي ولا زيرو؟ فدي هتزيد طبعا. فاذا وجود التيار مع عدد دفتر معين يعمل لك ايه؟ يعمل لك مجال معروفيتي المجال بيمشي زوايا يدي بلس فاي بي ار. هنلاقي ان باي بي تتناسب مع التيار، لان كل ما زود التيار كل ما باي اتغير. باي ديفينيشن ثابت التناسب اسمه ايه؟ ثابت التناسب هنسميه باي ديفينيشن. يبقى ال باي بي ثابت ال باي فالN يساوي N باي بي على R. هم عرفوا كده يا جماعه ممتاز. يعني ممكن واحد يقول طب هو انا ليه ما عرفوش؟ N R ثابت. كانوا جابوا ده قال يعني دايما تلاقي في القوانين بتاعت الدرويد والسيرانويد N R. طب اشمعنى هنا بقت N على I؟ باي ثابت. هو لما جه عرف الفاي ضربها في ان بعد كده سمع الفاي فجاب مين؟ فجاب منها الباكتس. الكباسيتس في المره لما تاخدها كانت تطلع ايه في مين؟ طبعا ها؟ في بعد دي تمام كده. طب هل السي كان في 4 كيلو؟ لا. 4 بي؟ لا. طب هل ايه اللي كان في 4 بي؟ لا. 4 واي؟ لا. حاجه غريبه. هي الفاي دي على واحد. ليه بقى؟ لأن الفاي تتناسب برضه مع بعض، عشان كده الاثنين بيروحوا مع بعض. فيطلع إن الإيه بتعتمد على الدايمنشن، بتعتمد على المادة المصنوع منها، بتعتمد على هل الفاكتور ده ملفوف على هواء ولا ملفوف على حتة خشبة ولا ملفوف على حتة معدة. يبقى الإيه بتعتمد على خصائص الحاجة اللي أنت صنعتها. ده بالظبط الكباسيتانس بتعتمد على الويدز ما بين الفيتس مثلا، بتعتمد على الاريا، بتعتمد على النوع الماده اللي هنا الابسلون وهكذا. بتعتمد على الاريا. بتعتمد على الاريا. طيب تعالوا نشوف شويه كده بسيطه يا ملاك. ده ليه التكريم ده؟ التكريم يا جماعه لما انا اقفل السويتش، يعني السويتش هو مفتوح مش حاجه خالص. لما انا اقفل السويتش، لما اقفل السويتش ايه اللي يحصل؟ مش طيارة صح كده؟ هل الطيارة فجأة كده هيعمل قيمة ستيت ستيت؟ لا طبعا. مش هيعمل. لما السويتش يقف يقف شايف ان الطيارة هيزيد كل ما الزمن يزيد. لحظات ليه دي؟ يعني الكلام ده بيحصل طبعا لحظات ليه دي؟ ان شاء الله هنعمل الكلام ده بالتفصيل، انا بس عايز اوصل للحته اللي تخدمنا عشان المعنى. فالتيار لما يزيد معنى كده ان الفاي معنى كده ان الفي بيحصل لها ايه؟ تزيد. معنى كده ان الفاي بتتغير مع الزمن. بنرجع للفرضيه كده بس يبقى لك تاني شويه. يبقى لما الزمن يزيد التيار بيزيد، لما
50 درجة على التدريب
23 ولا يا اما 30 ورقه و20 شهر. خليها العكس ده طبعا. هي عندنا بتبقى 30 كلور 30 ورقه و20 عمل. اسئله؟ ايوه احنا شايفين. ليش العمل متنوعه؟ يعني الاول سالك عن الهدف من التدريب. حاجات اساسيه. نظريه وفكره العمل نفسه. بعد كده الخطوات. خلاص؟ يعني عدد بيسال يخليك تعمل خطوه معاه بالنص. وشوف بقى النتائج بتاعتك، لو نتائج الخطوه دي مش موجوده فبتفرق بقى. فبركب المال طبعا. فبركب المال. طيب لما تعمل جدول في الورقه جدول مثلا في كام نقطه؟ يونتس. اربع نقط. طيب لو انت راسم رسمه فيها خمس نقط يبقى انت ايه ده؟ بس تعوض. طب ازاي كده؟ لو رسم رسمه فيها ثلاث نقط، بس النقطه الرابعه دي ما عجبتنيش. طلع بره الرابطه مسحتها. لا ينفع. انت حاطط ثلاث نقط يبقى لازم انا اشوف معاك ايه؟ اربع نقط، بلاش حد تاني. حاجه بعد كده ومهمه خطيره، الاكس في الجدول لازم تكتب الوحده بتاعتها. الواي في الجدول لازم تكتب الوحده بتاعتها، انا لازم الوحده. الاكس لازم الوحده. كل حاجه تكون يعني حاجه من دول اللي انا بقولها ضربه على طول، ناقص ناقص. ناقص. ناقص 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 كده ما عملناش حاجه. لسه ما سالتش عمرك. اتفضل اتفضل. النقطه في ناس بتكتب لايك وبعدين تحط نقطة كده ما تخليهاش بالي. اه لا. أنا ما بقاش شايف النقطة اللي أنت الساعة محطوطة فين؟ تلاقي كل نقطة يا إما مفروض بالي واضح كده يا إما حواليها كده صغيرة. تلاقي بقى في ناس دي عاملة بقى كده. الناس دي عاملة مش باين أصلا. لا تلاقي ده لا كبيرة ولا صغيرة. خليك كده. كروس حلو. مش كده؟ تلاقي ده واضحة. صغيرة أوي مش كبيرة. طيب. ايه اللي بقى هي ان انا اخش ثالثة؟ اللي بقى التجربة يا جماعة بقيت أصلا 25%. اللي بقى التجربة يعني مثلا بيعمل تجربة ديسكولت وهو مش عارف ايه. فبيغير مش عارف مش لا نرقص انت وانت داخل يبقى الاختيار عشوائي يا جماعه. فجابت الديسكولت كتبها نقطة الشمس كتبها ما عجبكش تقول انا عايز واحدة تانية. ما تقولوش انا عايز مين؟ عايز واحدة تانية. ربع ربع ولا ربع المية؟ لا ربع ربع الدرجة. ربع ربع الأساسي. لا ده دي اللي أنت مسكت فيها يعني. ربع 45 بالربع 60. طب ينفع احنا كطلبة نغير مع بعض؟ الاثنين ضياع. نغير مع بعض كطلبة. هنغير برضه. لا ما هو اسمه ده اتجاه الشرطة.
ناخد كده زوايا الاصلي المعادله ده حتى المعادله
لا طبعا مش هيقول لك اسم حاجه خالص. دي كمان يا جماعه كلام النهارده شفوي كان دلوقتي حاجات بتتسال فيها شفوي حاجات كان مفروض اخدها ده اللي فات. طيب يبقى المعادله اللي توصل الدايره دي تمشي بوت الجنوب اي ناقص اي ناقص كيو على سي ناقص والار كيو على دي تي هيطلع لك معادله الكيو اتفضل بالنسبه للزمن في طرف والكيو في طرف تاني فبتقعد في طريقه رياضيه كده معينه تحلها لغايه لما توصل للقانون ده اللي هو كيو في تي بيساوي كيو في 1 ناقص تي على فار سي الكيو كابيتال وده بروف برضه تساوي السي مضروبه في دي. اللي يهمنا قوي بقى ازاي ترسم المعادله دي مهمه جدا جدا. تفكر ايه اللي بيحصل في الشرطه؟ تفكر من غير الرياضه، تفكر ايه اللي بيحصل في الشرطه؟ تعمل تراكم شحنات، تراكم شحنات. يبقى الشرطه بتزيد مع الوقت. هي كده. هتزود سيطرة الشحنه كام؟ هتزود. ومع الوقت هتحصل لها ايه؟ مع الزمن الشحنه بتزيد مع الزمن. لغايه لما توصل لقيمه ماكسيموم. طيب رياضيا حط التايم صفر يوصل صفر كام؟ واحد ناقص واحد صفر ده اللي غير صعب. حط زمن قيمه كبيره جدا 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 يوصل ناقص ثمانيه اللي هي كام؟ صفر يوصل ناقص ثمانيه اللي هي صفر بقى شويه خلاص كده يوصل صفر واحد ده مهم يا جماعه دي ازاي النظر في الحاجات دي؟ دي اسئله نظريه ازاي دي تمنع شكل ايه اللي بيحصل في يوم مع الزمن في حاله التشارج هيبتدي ايه؟ ايه القيمه الماكسيموم بتعتمد على ايه؟ بص طلع بتعتمد على ايه بقى؟ ما تعتمدش على الار بتعتمد على السين اي تمام؟ طيب الزمن الفعلي للشحن نظريا الزمن الفعلي للشحن كام؟ ما بين هي اصلا القيمه دي مش هتساوي القيمه دي إيه الا اذا كانت طيب مناهج نظري لكن عمليا قال لا يعني هو اول ما بنوصل لقيمه معينه عند زمن معين يبقى تقريبا اللي بيحصل بالشحن لانه بيبقى وصل لكام؟ لقيمه معقوله القيمه دي لو حسبناها هتطلع 63% على اربع دلوقتي. طيب 63% حول الهاتف ليه؟ عند زمن ار سي تعالوا معاها نحسب ايه اللي بيحصل عند زمن يساوي ار سي بالظبط لو دي يساوي ار سي 4 دي يساوي ار سي هيطلع ان كيو بصفر كيو كابيتال واحد ناقص كيو ناقص واحد كيو ناقص واحد بتعمل شو على الازرق يوز ناقص واحد بوينت 37 تقريبا يبقى واحد ناقص 137 بوينت 68 كيو يعني 63% من الشرطه الماكسيموم 63% من الشرطه الماكسيموم فقول ان الكباستور كان 63% من الشحنة الأصلية يبقى كأنه عمليا شحن خلاص بعد كده هيوصل ل 70% بسرعة قوي وهتبقى عملية سهلة بعد كده إنما هو نظريا هيوصل للكيو يعني الشحن اللي هو تماما 100% شحن ده نظريا بيحصل عند الزمن لا نهائي إنما لو قلت لك أطلق الزمن اللي شحن فيه كباستور يبقى إيه هو الزمن اللي شحن فيه كباستور اللي هي الشحنة 63% لأن
هي معشر مهمة جدا النظر بتاعها. التكاثر ده نظريا عشان يتشحن فول تشارج شحن 100% ده عدد زمن المالي هو نظريا. انما لو قدامي فضلني الزمن اللي شحن فيه التكاثر يبقى كام كده؟ 4 يبقى هو خلاص الساعة يبقى التاء بيساوي الغرض الساعة. ايه وحدة الغرض؟ لسه ما نزلتش الضغط اللي عليه. طب ايه وحدة السين؟ فراغ. طب ايه وحدة التاء؟ سكت زمت ده سكت بقى الناس تتفرج وتخاف حاجات قوم فراغ. ايه سكت ده؟ قوم فراغ تعبر عن سكت ده الشعر. طب ليه بنعمل لما بنيجي نشحن ما بياخدش الزمن الرهيب ده اللي احنا عاملينه؟ ليه مفيش مقاومة؟ ليه يا جماعة في المعمل تيجي تشحن تلاقيه بقى 30 فولت فجأة كده؟ مفيش مقاومة. أول ما تبص على السويتش بص على المالتيميتر تلاقيه 30 فولت فجأة. مفيش مقاومة. ما خدش لحظة في الشحن. ليه بقى؟ لا في مقاومة. قمة السلك يعني. خد بالك كل ما الأورا توصل برد بتوصل برد بتحس إيه؟ التاء مهمة جدا. أنا بس هتكلم في الحاجات دي. بص كل ما الأر زاد التاو بيزيد والتاو لما يزيد بيحصل إيه الكلام؟ أيوه جدع الشكل ده. كل ما الأر قلت التاو بيزيد بيحصل إيه الكلام؟ يبقى بالشكل ده. يبقى فورزة زين سي بنفس السي. لو الأر قلت زمن الشحن بيقل لان التاو هيقل. احنا نتفاهم مع مين يعبر عن زمن الشحن عمليا؟ التاو. يبقى ده تعبير عن زمن الشحن. لو سالتك قلت لك الارض ما تقل زمن الشحن هتصلوا ايه؟ يبقى على طول يقل زمن الشحن. في المعمل ليه ما فيش زمن الشحن؟ لان ما فيش مقاومه او مقاومه صغيره جدا اللي هي مع التكاثر. او ما تبقاش طبيعي. فبيشحن في نقطة طيب. لو الأرض نظرية صفر يبقى الشحن في نقطة. طيب احنا في المعمل بعد ما بنشحن بنقدر. بعد ما بنشحن بنقدر ليه؟ التفكير يا إما يبقى مقاومة بدل يا إما مقاومة سيري. هي هي لان هو بيبقى كده الاثنين متوصلين ببعض بالشكل ده. فاحنا الرسمه اللي لسه رسمناها من شويه لو خبطت وتاني بيحصل ايه بقى؟ شحنه على الاتجاه. واحد يقول طب هو ايه؟ يعني ايه شحنة؟ قضية الهواء كده ولا ايه اللي هيحصل الشحنة دي؟ فيزيك فيزيك ايه اللي هيحصل الشحنة؟ المقاومة هتزيد. المقاومة تسكت بس تقعد المقاومة هتسكت. يبقى هو كده في طيارة طول ما في طيارة ماشية المقاومة تسكت. يبقى طاقة بتتحول لطاقة. طاقة كهربية بتتحول لطاقة حرارية. طيب يبقى كده الكيوب بيحصل ايه مع الزمن الفيزيائي؟ اللي مع الزمن ماتماتيكالي نفس الطريقه وبدون دخول في التفاصيل هترفع كيو اي اس ناقص تي على ار سي. يبقى هناك وقت ناقص هنا على طول اي اس ناقص تي على ار سي. يبقى هو الشحنه بيوصل القيمه ماكسيموم كيو تفصل يتقل. هو بيتقل فيزيكالي لما الزمن يزيد الكيو يقل، ماتماتيكالي باينري لما الطايم يزيد الكيو تقل. طب يبقى ايه رسمة التفكير؟ هو في المعمل بقى اللي هو بيجي من عند قيمة ويقل مع الزمن. لو سألت قلت لك ايه الزمن اللي بيعمل التفكير؟
ده في التكليف المرضي ده اللي هي بره عن ده اللي هي انت دي صفر لما يكون لو في مال نظري عمل ايه نفس الحركه اللي عملناها من بتيجي الطالب اللي هو قاسي في الزاده تعوض بيه تعالوا نشوف عن زمن قاسي ايه اللي هيحصل عن زمن مثال قاسي يطلع من كيلو مثال كيلو كيلو ناقص واحد يعني كيلو على ايه؟ كيلو على ايه اللي هي 0.7 كيلو يعني 37% من الشرطة الرئيسية 37% من المكسب بقى 37% بتاعنا ايه؟ خلاص فجر ايوه عملية جميلة ايه فجر بعد كده هيبقى ليه هيبقى له بسرعه بقى فبنفس الفكره ده اسمه تاو برضه خد بالك التاو بتاع الشق الشرط يكون هو التاو بتاع التكليف الاسئله برضه يعني هنا التاو بتاع التكليف عندكم في المعمل الارض ده ايه بتبقى عاليه جدا 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 سؤال ليه بتخلي الارض في المعمل عاليه جدا عشان يقل زمن عشان يقل زمن عشان يزيد عشان يقل زمن وهو بيبلغ بعض الرئيس فيه يعني في المعنى ترمو رأس 50 من الثانية دائما صح؟ 50 من الثانية بسيطة معها بشعمل فتبقى في الاسم نوع كتير عشان تسمع طيب ده كيو مع الزمن طب الطيار مع الزمن والبوط مع الزمن البطء يساوي كام؟ يعزي درست ان البطء ايه اللي بيرسموها في المعمل؟ نفس المنظر دي نون سميتوها في نون في المعمل سميناها في نون تيجي على مكان البي نون على مين؟ على فكره الناس كانت افضل من النين لو انت تسمعها بدقه هتطلع مظبوطه جدا وتعرف تطلع الهوا كويس قوي. علاقة مهمة بأفضل. طب افرض انا في المعمل انا مش عايز ارسم البوط انا عايز ارسم الطيارة. ازاي نجيب الطيارة ده؟ الـ I بتساوي الـ B على الـ. ده بتساوي كام؟ B على الـ. دي كيو يا جماعة دي كيو دي. بتساوي دي كيو دي. طيب فاضل الكيو بالنسبه للطالب الطالب ايه؟ الشرط ايه دي مش مشكله؟ دي اسمها دي على ار سي بار اذا طلع نفس الطالب الشرط دي معناها بس ان التيار طالع من الوسط بتاع الكفر هو الطبيعي ان التيار بيبقى داخل على الوسط بتاع الكفر دي حالة استثنائية عشان انها ديس تشارج يبقى في حالة التشارج الطيارة بتبقى داخل على البوستر في حالة ديس تشارج الطيارة طالعة من البوستر عشان كده الانتشار نازل فهي دي ليها فيزيكا مين فيزيكا مين بتاعها ان ده ديس تشارج ديس تشارج كده لكن الطيارة كمدرس حالة خالص الطيارة بتاعها يبقى اي بوستر يو سنوات تي على الرسي فيطلع نفس الكيرف بالظبط تكون بالك ان الاسئله النظري ان انا اقول لك احنا في المعمل عملنا الكي مع الطيب بس عملناها في الاي مع الطيب اللي هي نفس الشغل ده على فكره بعد زمان كنا بنعمل الطياره مع الطيب مش البوط مع الطيب بس اكتشفنا ايه؟ البوط مع الطيب نفسه كعملي بالنسبه للطالب بوظ مع طيب بس ما ايه؟ ما اللي هي مش شرطة رياضية اللي هي ده معناه ان الطيارة مش عكس الطيارة بتاعت الشرطة يعني الطيارة بتاعت الشرطة بيبقى داخل على الكفر الطيارة بتاعت الشرطة تاني ففي شرطة عكسية مثلا
فالإشارة دي ما تفرقش معانا إنها متناسب، إحنا بنرسم التيار كمان جيتيوب. فده تيار كمان جيتيوب. إذا بس على الدكتور على كده. أول امتحانات بداية من يوم الأربعاء. أربعة. يعني الأسبوع الجاي خلاص. هم على كم؟ الأسبوع اللي بعده. أنا. في ناس هتسمع الأسبوع اللي بعده اللي جاي. السبت أو الأحد. ما فيش صح؟ أنا جوه. طب كويس إن إحنا ناخد واحدنا ونقول إيه السنة المرة الجاية، بس الاثنين الساعة 8 الصبح. قول لحسين الموضوع ده. المرة